اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن سيد معوض. مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. طبعا انت مش زينا، الاجواء دي انت واخد عليها. لا يعني طبيعي، يعني ماتشات الاهلي والزمالك وبالذات لما بتبقى في بطوله كبيره يعني بطولات افريقيا او كاس سوبر افريقي زي اللي هيتلعب النهارده، فدي بتبقى حاجات اجواء حلوه. يعني لعيبه الكوره بتحب الاجواء دي، الماتشات الكبيره دي بتبقى مهمه جدا، بتستمتع في الملعب وبتلعب وبتدي وبتشتغل. يعني الماتشات دي ب 10 15 ماتش من الماتشات بتاع الدوري مثلا. يعني تبقى مستنيها كلاعب في الملعب طبعا، يعني فيها منافسه كبيره واجواء حلوه، وخصوصا اما بتبقى يعني زي مثلا مباراه النهارده، تتكلم في ملعب كويس، في اجواء تصوير كويس، جمهور موجود، جمهور الفرقتين، فانت بتتكلم يعني حفله معنى اصح، هي حفله حلوه. فكمان لما تبقى حفله حلوه وانت بتتالق فيها، ده موضوع تاني خالص. يعني انت لعبت قمه كتير طبعا، لعبت قمه كتير، واظن في افريقيا كتير برضو يعني الحمد لله. يعني خلي بالك انا من اللعيبه القليله اللي ما خسرتش ولا لقاء قمه ولا ماتش. لا ما حضرتش ولا كان ماتش. انت فاكر يعني عامل حصر؟ لا مش عامل حصر، بس ما من انا لعبت في الاهلي من 2008 لحد 2014 ما خسرتش ولا مره. انت في افريقيا قابلت الزمالك ثلاث مرات في دوري ابطال افريقيا 2008 و 12 و13 و12 و13 وخدت اللقب في الثلاث مرات، وخدنا البطوله في الثلاث مرات. اوكي، يعني فال حلو. اذا كان ده فال حلو انا معاك انه فال حلو، لكن في فال احلى. كابتن هشام ياكل، مساء الفل، نجمنا الكبير طبعا وكابتن منتخب مصر ونادي الزمالك واحد اهم اللعيبه بصراحه في تاريخ مصر. يعني مساء الفل يا كابتن هشام. مساء الفل يا محمد، وبيمثل عليك كابتن سيد معوض نجمنا الكبير حبيبي اخويا الصغير. ربنا يكرمك كابتن. فال حلو زي ما بيقول كابتن سيد للاهلي، خمس مرات قابل الزمالك في افريقيا، الخمس مرات خد اللقب مش بس كسب الزمالك، والمره الوحيده اللي اتقابل فيها الاهلي والزمالك في السوبر الزمالك كسب. ففال حلو برضو دي تاني مره في السوبر، يعني في افريقيا اتقابلوا كتير لكن دي تاني مره في كاس السوبر، ده فال حلو برضو. اكيد طبعا بتامن انت بمساله الفال 30 سنه ما شاء الله. مساله الفال الحلو وان انت تبقى يعني محظوظ في الحاجات، بتتفائل انت بالحاجات دي؟ طبعا يعني السوبر ده كانت يعني من المباريات الحلوه جدا، وانك انت يعني يبقى تيجي مرتين الزمالك والاهلي يلعبوا في السوبر الافريقي بينهم 30 سنه. بينهم 30 سنه 94 سنة. بس يعني عارف يعني صعب انك انت يعني تلاقي ان الموقف ده يحصل، يعني بيتكرر. فطبعا ده حدث جميل يعني انك انت النهارده نادي الزمالك ونادي الاهلي بيشاركوا في بطوله كبيره زي دي مع بعض، طبعا دي حاجه يعني جميله. الاحلى بقى انت عارف على حسب بقى لكل فريق. انت 94 كنت فين بقى؟ 94 انا كنت قائد الفرقه كابتن في جوهانسبرج. جوهانسبرج. وشلت الكاس وعشت الاجواء وشلت البتاع طبعا. وعملت مع شوبير لما ايمن منصور جاب الجول. شوبير حب يروح حضرت في روحة الاتحاد قبل المباراه، فكانوا استدعونا عشان يعني كابتنين الفرقه ونتصور مع الاتحاد الكوره. في الاتحاد الكوره كان مصري، فالكاس كان موجود هناك يعني قبل ما تسافروا. واخدناه معانا طبعا، يعني اخدوه معاهم يعني واحنا طالعين من مصر اهو. كاس، بس انا رحت الاول. فاتفائلت بال انك هتاخد اللقب. اتفائلت جامد جدا. انا وصلت الاول. يعني من النوع اللي بتفائل في حاجات كتير جدا. فتفائلت بان احنا هنكسب البطوله. كان كابتن شوبير، انا سالتهم قلت لهم في حد جه شاف الكاس قبل مني؟ قالوا لي لا حضرتك الاول هنا. بجد؟ وكان كابتن شوبير كابتن الاهلي وقتها ولا كان مين؟ وكابتن شوبير كان الكابتن. وقلت له بقى لما جه انا شفت الكاس قبلك فهنكسبه. لا هو طبعا هو بص انت عارف ماتشات اللي زي دي طبعا بتبقى يعني انا بالنسبه لي كان مباراه تانية خالص. يعني انا عشان كنت واخد ثلاثة افريقيا قبليها في الثلاث مرات اللي احنا واخدناهم، واحتفظنا بالكاس السوبر اللي هو كان بتاع سيكوتوري. فاحتفظنا بالكاس ده للابد. فكان نفسي طبعا ان احنا ناخد السوبر عشان ابقى كملت لو انت احتفظت بكاس بدوري ابطال افريقيا الكاس يعني بتاع دوري ابطال افريقيا.
انت كسبت 84 و86 وكسبت 91. فخدت الكاس ده للابد موجود في النادي. خدها بقى موجود في النادي. فانا اللعيب الوحيد اللي لعبت النهائيات بتاعه الثلاث بطولات. تمام. ويمكن لعبتهم كل البطولات. تمام. يعني طب لكن الكابتن سيد الاهلي والزمالك لعبوا على اللقب مرتين، على لقب افريقيا، لعبوا على الكاس السوبر 94 الزمالك كسب، وبعدين لعبوا على لقب دوري ابطال افريقيا 2020 الزمالك كسب، الاهلي كسب 2-1. الماتشات اللي زي دي يعني انت بتقول ما خسرتش ولا ماتش مع الزمالك، هل فعلا احساس انه الماتشات دي ملهاش معايير حتى لو الاهلي افضل او الزمالك افضل ده موجود جواكوا كلاعيبه يعني؟ هي ملهاش معايير وكل حاجه، بس طبيعي جدا بيبقى في نقط مهمه انت ماشي كويس بقالك فتره بيبقى في استمراريه، يعني مش هتلاقي مثلا فرقه مثلا بقالها فتره مثلا 5-6 شهور ماشيه كويس وهتيجي تخسر 3-4، يعني مش هتلاقي، هتلاقي صعب الموضوع ده. استقرار موجود مثلا يعني هتلاقي مثلا، يعني لو هنتكلم مثلا على الحاله اللي احنا موجودين فيها، يعني هتلاقي مثلا مدرب النادي الاهلي كولر مش من المدربين اللي هي بتفتي او بياخد ريسك في اي ماتش خالص، ماتش صغير ماتش كبير هو طالما بيلعب بتشكيله متوازنه، الراجل بيدافع بشكل كويس وبيهاجم بلعيبه معينه، فدي واضحه يعني. هتيجي مباراه زي مباراه السوبر قدام نادي الزمالك هتلاقيه بنفس السيستم ونفس الاداء بتاعه وما بياخدش الريسك وما بيفتيش في تشكيل، مش هتلاقي ده صح؟ طبعا صح، طبعا صح. انت اهم حاجه ان انت ما تلعبش في فرقتك او ما تقعدش تغير على الفاضي، فرقتك ماشيه كويس والسيستم ده ماشي معاها خلاص كمل عليها. بس احيانا بيقولوا في الماتشات الكبيره او ماتشات القمه ممكن تعمل حاجه في التشكيل تفاجئ بقى المنافس، ولا اصل هتفاجئ في ايه؟ يعني ما فيش حاجه دلوقتي مفاجاه، هو طريقه اللعب ومعروف. الاهلي بقى له فتره بيلعب بثلاثه في نص الملعب سواء الثلاثه على خط واحد او اثنين وقدامهم واحد، فخلاص هم معروفه، انت ما تغيرش في حاجه تانية. لا ممكن يفاجئنا بقفشه مثلا جنب امام في نص الملعب. لا صعب. مش كولر. مش كولر. مش كولر. يعني دي مش والصح انه ما يعملش كده. لان انت بتلعب بسيستم بقالك فتره بتلعب باكرم ومروان ومعهم امام بتدافع بشكل كويس وبتهاجم بشكل كويس وقفشه بتستخدمه خلال المباراه وبتنجح وبتنجح وانت ماشي كويس اصلا يعني بتأدى الباكين بتوعك بيهاجموا بشكل كويس، نص الملعب عندك ما فيش حد بيروح عليك، يعني مش هتلاقي مثلا اخر 6 شهور لعيب رايح على سيرد باك من الاهلي رايح واحد ضد واحد مش هتلاقيها يعني مش على العكس تماما، روح بقى لنادي الزمالك هتلاقي العكس تماما. شوف الراجل مثلا بيلعب عبد الله السعيد في نص الملعب، الراجل لو عمل الطريقه دي او خد الريسك مع النادي الاهلي لا هيعاني يعني هو لو خد الريسك مع النادي الاهلي في الحته دي بالذات في حته نص الملعب لا هيعاني بشكل كبير. فانا بشوف النادي الاهلي هو اصلا مستقر الا اذا بتبقى الاجواء مثلا ان انت في حاله فنيه، يعني الاهلي مثلا انا متهيألي مش هيعمل اسوأ من المباراه اللي كانت في السعوديه المره اللي فاتت اللي كسب فيها 2. تمام. يعني اداء النادي الاهلي ما كانش كويس مظبوط، بس وانت مش كويس 65 70 دقيقه لغايه ما نزل قفشه وانت مش كويس تغييراته عملها كسبت 2-0 مظبوط، يعني وانت في اقل بس مش كويس بس محافظ على سيستمك، يعني مش هتلاقي انفرادات للعيبه نادي الزمالك، مش هتلاقي واحد قافل كويس يعني حتى لو انت هجوميا ما كنتش كويس فانت دفاعيا كويس، ده طبعا اللعيبه متسيستمه خلاص في الاداء على هذا الشكل، ودي نقطه ايجابيه لكولر بامانه، يعني حته الالتزام جوه الملعب دي مهمه جدا. طب انت بتقول لو راجل ما ينفعش ياخد الريسك، قصدك نص الملعب بتاع الزمالك صح؟ الريسك معناه ايه؟ انه يلعب بعبد الله وناصر مع دونجا؟ ده طبعا ده قصدك من كلمه ريسك؟ طبعا طبعا هيعاني كتير، وخلي بالك يعني عكس كولر جوميز من الناس اللي ممكن يفتي اللي ممكن تلاقيه عامل لك حاجه عامل لك حاجه في التشكيل، يعني انا بشوف نادي الزمالك بكره او النهارده المهمه بتاعته ان هو يعدي اول نص ساعه من غير ما يدخل في جون، لان هو لو دخل في جون الراجل هيفتي وهيغير تغييرات وهيشقلب الملعب بمعنى اصح، فالنقطه دي لو حصلت لا النادي الاهلي هيبقى عنده الامكانيه ان هو يروح تاني زي المباراه اللي فاتت، يعني انت في ربع ساعه انت خسرت 2-0 يعني وجا عليك 3-4 فرص في ربع ساعه كان ممكن يبقى اكتر كمان صح مظبوط. طب كابتن سيد بيقول انه ممكن مستر جوميز يبقى مشكله لو لعب بنص الملعب اللي هو بيحب يلعب بيه دونجا وعبد الله وناصر ماهر، انت مع الفكره ده يا كابتن هشام ولا لازم يلعب باثنين هاف ديفندر صراح مدافعين في نص الملعب؟ بس نادي الزمالك يمكن الفتره اللي فاتت كان في حاله تخبطات وتغيير في مستوى اداء اللاعبين وتغيير في
وظائف اللاعبين داخل الملعب. يعني انت تبص النهارده مثلا عندك لعيبه بتلعب في اماكن بتضطر تاخدهم تستغلهم في اماكن اخرى. والاماكن دي يعني مفروض انها ليها واجبات هجوميه بشكل معين، الحاجات دي كلها، فده دور مهم. النهارده عمر جابر لما يجي النهارده يلعب مثلا باك ليفت وهو راجل بيلعب برجله اليمين، حتى لو هو بيجيد برجله الشمال بيمشي بالكره برجله الشمال، لكن الكروسات بتاعه الباك ليفت بتبقى مختلفه مستحيل. تماما عن ان انا راجل ابقى بلعب برجل اليمين وبستخدمها. تاني حاجه، طب بس هي في الاهلي مثلا نجحت فتره مع كريم فؤاد. مين في الاهلي مع كريم فؤاد لما مستر كولر لما علي معلول اتصاب ما لعبش بالدبيس، لعب بكريم فؤاد باك ليفت وكمل كريم فؤاد لنهايه الموسم. معلش انت بتتكلم على فريق النادي الاهلي مكتمل صفوفه الفتره اللي فاتت، اول اللعبه شالت الفكره دي في الاول. يعني تقصد انا بتكلم على ظروف طارئه حصلت دلوقتي، خروج عمر جابر من مكانه كباك رايت وتلعبه باك ليفت، فده بيقل، مش بقول ان مستواه لكن هو بيقل في وظائف عمله اللي هو الناحيه الهجوميه. يعني هيضطر ان هو يطلع كتير بناحيه الشمال والكروسات بتاعته، فلازم يعدل على يمينه عشان بالظبط لما يبقى في لاعب في وضع في الملعب مثلا رايح على الجون وهيتعملها برجله الشمال، فالاشول دايما زي ما كان سيد ما بيلعب او الناس اللي هم اللي كانوا بيلعب تلاقي لفه الكروس بتبقى مختلفه تماما، فبتروح بشكل مميز فيقدر يستغلها كهجمه. لكن لما تنقل لعيب بيلعب وهو اصلا باك رايت وانت ما عندكش باك رايت وجبت محمد شحاته تلعبه باك رايت عشان يقوم بالدور ده، الاثنين مش مكانهم، الاثنين مش في مكانهم، فما بيأدوش الواجب الهجومي، فهيبقى عندك فراغ في نص الملعب لان هتلعب بدونجا كواحد وهتلعب بنصر ماهر وعبد الله وعبد الله السعيد، انت وديته باك رايت، اثنين مش هيدافعوا. النادي الاهلي لو لقى المساحه دي فاضيه ومفيش حد بيقوم معاهم بالواجب هيركبوا الحته دي، هيخشوا بالنقطه دي هيعرفوا يسيطروا على نص الملعب ويبتدوا يعملوا هجمات، هيبقى عندك وقفه عمر جابر جوه الملعب مش مظبوطه، وشحاته برضه نفس العمليه، بلس انك انت برضه عندك مشكله في السرد باكات. اذا كان المسلوس ما هوش ده مكانه فهو بيلعب باك رايت اصلا ولكن بيأدي بشكل كويس كويس. حسام اجهد في الفتره اللي فاتت من ماتشات ومنتخبات والكلام من ده، فطبعا العمليه بالنسبه لي. تاني حاجه، هتسيب كده فرصه للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بيعتمد على سرعات، فانك انت لما هتيجي تعمل هجمه او كلام من ده واتقطعت منك هتلاقي دايما النادي الاهلي بيعتمد على الحته دي. لعيبه الاهلي بيمتازوا ان هم بيسرعوا الكوره في الثلث الاخراني، لعيبه الزمالك لازم يبقى المهاره اعلى من لعيبه الاهلي، يعني تلاقي شيكابالا زيزو وكلام من ده يمسك الكوره يرقص المتعه في اللعبه انت فاهم، لكن بتعمل تعطيل للهجمه هو مش قصدها، لكن طابع لعيبه نادي الزمالك المهاره، فتلاقيه ماشي بشكل مع الريتم السريع للاهلي، مع الريتم السريع هيحصل مشكله، وده اللي دايما بنقع فيه دايما مع اذا كان في ماتشات مع الاهلي والزمالك، تلاقي لما بنسرع رتمنا بنركب الماتش مع النادي الاهلي، لما بيحصل نوع من المهارات الزياده انت بتبطئ الهجمات، فبيكون رجوع نادي الاهلي لنص ملعبهم اسرع. يبقى انت متفق مع كابتن سيد ان نص الملعب لازم يكون فيه هاف ديفندر ثاني اتنين صريح. انا محمد شحاته و ما فيهاش هزار، ما ملهاش هزار، تاليفه اي حاجه هتحصل طيب. تاليفه طب كابتن سيد جابها الـ 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 الشمال في الزمالك لا اليمين في الاهلي، فيها بيرستاو وفيها محمد هاني بيزيد وفيها برضه اكرم توفيق بيروح الناحيه دي والكلام ده، ما جابها برضه قويه جدا. لو اللعيب الباك ليفت اللي موجود سواء محمد حمدي او بنتايك هنفترض اللعيب المغربي مش جاهز، مشكله برضه. يعني هو فكره عمر جابر مش بس ان هو بيلعب كورسات بشمال او لا، بس الجانب الدفاعي برضه في مواجهه بيرستاو كمان فايق جابها زي دي مش سهله، يعني برضه مع حيره. وهي النقطة الأهم إن أنت هتلعب في ثلاث مراكز تانيين، أنت هتجيب عمر هتجيب شحاته الناحية التانية، ما عندكش باك رايت تاني تثق فيه تحطه، فما عندكش ديفندر هتلعبه. فالأهلي الأهلي لما لعب كريم فؤاد باك ليفت كان عنده محمد هاني بيلعب يمين صريح، وهو كان عنده عمر كمان بيلعب يمين صريح، هو كان مضطر لأن هو ما عندوش باك ليفت تاني.
يعني اللي عنده كريم الدبيس بس ما بيدروش. لا يعني كريم صغير والراجل احنا متفقين ان هو الحته الصغيرين دول على جنب شويه. تمام. والنادي الاهلي كان ماشي كويس فاي حد هيدخل على الفرقه هيمشي بشكل كويس. انما نادي الزمالك انت دلوقتي بتغير ثلاث اماكن في الملعب عشان الفكره دي. يعني الباك رايت مش باك رايت، الباك ليفت مش باك ليفت، واضطر تسيب لعيب في نص الملعب. عبد الله سعيد هو اصلا لعيب 10 هتلعبه بس هتخليه يدافع. فانت كل الحاجات دي كلها لخبطه. فانت العب انت مجرد بس تلعب باك ليفت في مكانه، هتلعب عمر في مكانه، هتلعب شحاته في مكانه. ظبطت الشكل الفرقه. انت البوزيشن بتاع كل لعيب. نادي الزمالك لو عنده مساحه او ادى فرصه للنادي الاهلي للاستحواذ بشكل كبير، لا هيعاني. انت بيرسي تاو لعيب كويس وعنده حلول، حسين الشحات نفس الكلام، وسام انت لو حطيت وسام وفتحت المساحات بتاع الباكين انت هتعاني بشكل كبير. هو امكانياته وسام الجري الجري اكبر ميزه عنده ان هو بيجري في مساحه. فانت لو اديته المساحه دي، وخصوصا انت عندك المسلوسي هو اصلا سيرديباك سريع، بس هو جنب حسام لا في مساحه على طول. يعني معظم الوقت في مسافه ما بينهم ان حد يجري فيها. فامكانيات وسام يعني انت لو هتلاقي الكره جايه صح من اكرم او مروان او امام او امام، لا نادي الزمالك الديفنس بتاعه هيعاني. فانت الطبيعي ان انت سيستمك لازم تبقى تحت الكوره مامن بشكل كويس عشان تقدر تعدي اول نص ساعه بشكل كويس. انما اي ريسك انا شايفه يعني ممكن تبقى الظروف مختلفه، بس اي ريسك انا شايفه في بدايه المباراه بالنسبه لنادي الزمالك لا هيعاني. طب كابتن هشام، انهي جبهه تملا حساب في الاهلي اكتر؟ جبهه اليمين فيها بيرستاو وتحتيه اكرم في نص الملعب وهاني، ولا الجبهه الشمال اللي فيها حسين الشحات وفيها امام عاشور وفيها عطيه الله كمان؟ لا هم بصراحه الجبهتين شغالين كويس، يعني بيرستاو وحسين الشحات بيشتغلوا كويس جدا. عشان توقفهم لازم تلعب لهم اللعيبه الصح الاماكن الصح. لكن لو انت النهارده حاولت انك انت تغير والفريق محتاج دلوقتي، لان انت عندك في الملعب دلوقتي دكه معقوله، يعني انت فاهم دكه معقوله. لكن انت النهارده لما هتيجي تلعب وتعدل اللعيبه دي هتقدر يقوم عمر جابر بدوره في الحته دي بشكل جيد. محمد حمدي لو لعب، وانا يعني ارجحه لسبب واحد، ان هو راجل لعب قدام الاهلي قبل كده، فعارف معنى مباريات اهلي وزمالك بتبقى عامله ازاي والاحاسيس بتاعتها، فممكن يقوم. المركز الوحيد اللي هيعدل لعيبه نادي الزمالك هو الباك ليفت. انك تحط حمدي في مكانه الصريح. انت لو حطيت محمد حمدي الفرقه اتظبطت. عندك شحاته نص ملعب، وعندك عمر جابر باك رايت، ما عندكش مشاكل خلاص، وعندك دونجا، وعندك عبد الله سعيد، وعندك خط هجوم هيعمل مشكله النادي الاهلي. اللي هو هنتكلم على هجوم الزمالك دلوقتي. انا بقول لكن انا خليني في الديفنس. طب احنا خلاص انت حمدي واليمين عمر، مفيش هزار مفيش هزار. طب المسلوسي وحسام ولا المسلوسي والزناري؟ لا احنا بنقول الزناري معلش، يعني لانه اخر ماتش هو لعب بالزناري الراجل اخر ماتش بتاع. ما هو احنا مش بنتكلم على اخر ماتش، لان هو اخر ماتش دي المرايه بتاعتك قبل القمه. طيب يعني المشكله في دماغه فكره، بس انا شايف ان هو هيلعب بحسام و والمسلوسي. يعني وبعد كده حسام مطلوب في الماتش ده. ليه؟ لان ممكن يطلع في هجمات اللي هي الكرات كويس بيلعب كرانر وكرات العرضيه، فانت هتستخدم الحته دي كلها. انت كابتن هشام موافق ان حسام مجيد اللي هيبدا؟ هيبدا. وانت ما عندكش حد اصلا في نادي الزمالك. الزمالك لعب الماتش اللي فات ماتش الشرطه ماشي، بس عادي يعني ما هو حسام اللي بيلعب معظم الوقت. بس هي النقطه انت اصلا عندك مشكله. يعني تواجد المسلوسي وحسام بعد كده دي اصلا فيها مشكله. عندك برضه من الناحيه الدفاعيه هيقدر يكون يعني يبقى في تعليمات، مفروض ان يحصل تعليمات مع رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه ابتدى لما بيزيد وابتدى لا يطلع في الكرات الثابته، فابتدى يعرف طريق الجون الفتره اللي فاتت. ده هداف يعني الاهلي. ما انا بقول لك جاب ثلاث جوان اخر ثلاث ماتشات بالظبط. فانت محتاج انك انت يبقى في حد يقدر يتفاعل مع رامي، لان رامي بيطلع جنب كويس وبيحط دماغه كويس. طب كابتن زياد، ثغرات دفاع الزمالك، يعني لو انت مدرب الاهلي دلوقتي وحافظ امكانيات لعيبتك تلعب على ايه في ثغرات دفاع؟ لو خلاص احنا متفق، انت متفق صبحي جول مش كده؟
صبحي مش عواد، محمد صبحي حارس مرمى. محمد صبحي مشكله، محمد صبحي الاخر. والديفنس خلاص هنفترض عمر جابر يمين، والراجل حط حمدي في البوزيشن بتاعه شمال، والمسلوسي وحسام قلب الدفاع. ده ديفنس الزمالك. ايه الثغرات اللي هتلعب عليها كمدرب النادي الاهلي؟ ان انت تخلق مساحه لوسام، دي نقطه مهمه جدا. يعني خلق المساحه لوسام هتسهل لك المباراه بشكل كبير. النقطه الثانيه، معظم الوقت خلي بيرسي تو حسين شحات واحد ضد واحد، يعني هم أوكي. عندهم الامكانيات، يعني خلي بيرسي يعني اديله الفرق، العب له ان هو يروح واحد ضد واحد، ايا كان بقى الباك ليفت حمدي عمر جابر، واحد ضد واحد مع بيرسي تاو لا هيعاني، صعب هيعاني. يعني هو لعيب كويس عنده حلول، بيقدر يدخل لجوه يخرج لبره بيشوط. يعني تدي المساحات لوسام برضو ازاي؟ يعني تسحب، تسحب فرقه الزمالك وتنقل الكره. مش تسحب، هي سرعه الكره نفسها. يعني وسام اصلا معظم الوقت بيتحرك بالعرض، مجرد انت تستلم بس شفته بتلعب له في ظهر الناس. تمام. وهو اصلا مشكله حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد من اللعيبه كويسه، بس عنده مشكله في التمركز. يعني هتلاقيه معظم الوقت بعيد عن المسلوسي، ففي مثلا 5 يارد 10 يارد بعاد عن بعض، فاي حد هيتحرك في المساحه بسرعه وسام وبعدين طول ما انت جاي بوشك والمدافع لسه عقبال اول خطوه دي، المدافع اول ما بيلف خلاص انت عديته. يعني الثانيتين ثلاثه اللي فيهم اللفه دي انت خلاص السبرنت بتاعك، وخصوصا لما انت تكون لعيب سريع. هو وسام امكانياته واهم ميزه عنده هي السرعه، وان هو بيتحرك في ظهر الناس. فالنادي الاهلي اذا عمل الكلام ده من بدري لا هيسهل الماتش بشكل كبير. كابتن هشام، النقطه دي مهمه جدا، ان انت بتخلق مساحات لوسام، وسام لعيب سريع جدا ولعيب جراي ولعيب يهلك اي ديفنس، ودايما زي ما بقول كابتن سيد بين حسام عبد المجيد والمسلوسي 5 6 ياردة 7 ياردة، يقدر اي فيرود لو سريع يخترقها. ايه اللي هيعمله جوميز عشان يحل دي؟ يعني ال4 5 ياردة، هل دونجا يتاخر شويه بيساعد، يبقى كانه مثلا عامل راس مثلث وبع الاثنين السردباكات مثلا، ويعتمد على شحاته في نص الملعب ودونجا يرد ورا شويه، ولا العكس شحاته يرد ورا شويه؟ هيحلها ازاي مستر؟ هو حلها ان هو دايما واحد من الاثنين، بس انا شايف ان دونجا اكتر يقدر يتفاعل مع الحته اللي هي نص البتاع، ممكن المساحه دي، المساحه اللي هي يبقى دور. ما هو لازم تدي تعليمات الماتش ده عايز تعليمات، مش عايز لعب عادي، او بمعنى اصح ما تديش فرصه، لا انت هتلعب مع فلان يبقى فلان تعليماتك انك انت بتاخد الحته دي بشكل جيد، حتى لو ترجع معاه لو طلب حتى من عبد الله السعيد ان هو يرجع مثلا مع واحد منهم، بس مش باستمرار. لكن مهم جدا جدا وجود دونجا ما بين السردباكين. ليه؟ لان حسام والمسلوسي بطأ شويه وما عندهمش تعليمات بمين يبقى ماسك ومين يبقى هو اللي يعمل عمليه التغطيه. الكلام ده ممكن يكون ايه، انت ما بقاش فيه المان تو مان والحتت دي كلها، لكن مع النادي الاهلي لازم تغلق تقفل منطقه الجزاء، لان النادي الاهلي ممكن يخترق من جوه، ومعظم اهداف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت لو تيجي تبص هتلاقيها كلها ايه، من جوه منطقه الجزاء. يبقى الحته دي او بالشوطه من بره منطقه الجزاء، يعني ده دورهم. فهم لو ما لقاش طريق انه يطلع من بره بيروح داخل من جوه، وبعد كده معظمهم تبص اللاعب الناحيه الشمال مثلا تلاقي الاختراق مع بيرسي تاو يروح داخل في حضن الـ من ورا السردباكين. ونفس الكلام بالنسبه لحسين الشحات، يعني انت تلاقيه دايما يروح سارق واخد وداخل، فبيعمل فرق سرعه مع اللعيب. شوف بقى لو لاعب نادي الزمالك بعمر جابر وقام بتعب شحاته، هتلاقي الموضوع ده هيبقى سهل جدا على الاهلي، سهل جدا للاهلي، ده النادي الاهلي طبعا هيعمل كده. فهو لازم يبقى عنده اتنين قوي، وخصوصا محمد شحاته، وكره محمد شحاته كورته كويسه جدا، يعني هو ممكن كمان ايه بيعمل اضافه مع عبد الله السعيد. لكن اساسا انا في رايي ان دونجا يبقى لازم يبقى متاخر شويه، اكتر شويه متاخر شويه لخط الدفاع. تاني حاجه لازم يبقى في تعليمات صارمه بان الخطوط تبقى كلها خطوط قريبه من بعض. لو حصل فراغ انا بقول لك النادي الاهلي هيكسب. دي مشكله الزمالك الماتشات الاخيره، مساله بالظبط الفجوات انت اللي بين الخطوط دي، المساحات اللي بين خطوطك شويه مش هتدي مساحه للاعيبه النادي الاهلي. هيبقى في دايما ايه خبط ورزع والكلام من ده. لكن لو اديت المساحه ما بين نص الملعب مثلا وزقيت دونجا وراح ساقط لورا قوي واخد السردباكات لورا، لا النادي الاهلي هيبتدي يخترق. قبل ما اطلع نتابع استطلاعات راي زملائنا النقاد الرياضيين، كابتن سيد
الاول اسالك، ما فيش شك ان الزمالك عنده هجوم قوي، يعني عنده زيزو لعب وينج يعني جامد جدا، عنده الجزيري في الماتشات الكبيره كمان بيتالق، ومصطفى شلبي الفتره الاخيره مستوى تطور لحد كبير. كمان الزمالك بيلعب على الهجمات المرتده، شفنا حتى في ماتش الشرطه كده رغم انه كان مستوى الناس مش مبسوطه منه، لكن برضه كان في دايما بتلعب هجمات مرتده وكرات طويله اعتمادا على سرعات هذا الثلاثي. كيف سيواجه الاهلي هذا الهجوم الزملكاوي هذا الخط؟ لا واجهه بالطبيعي، انت عندك باكين هاني عنده الامكانيات الدفاعيه وبيدافع بشكل كويس، نفس الكلام يحيى عطيه الله من اهم مميزاته ان هو بيقدر يدافع بشكل كويس، فالموضوع مش يعني انا بشوف النادي الاهلي حتى هل هيبقى في تعليمات معينه لمواجهه زيزو مثلا ناحيه الشمال الاهلي او يمين الزمالك؟ طبيعي يعني جدا، انت ما بتلعب على لعيب زي مروان. زيزو بيبقى يحيى عطيه الله ولا واحد من نص الملعب، سواء بقى مروان اكرم الاقرب، سواء واحد الناحيه دي او واحد الناحيه الثانيه، فهو الاقرب بالنسبه له. طبيعي لما بتلعب على لعيب عنده سرعه وعنده مهاره ان انت لازم معظم الوقت دخل لجوه بيلاقي مروان موجود، طلع لبره فهو يحيى عطيه الله بيتعامل معاه، فهي دي النقطه. النادي الاهلي الميزه الكبيره بتاعته مساحات قريبه، مضايق طول الوقت، ما بتلاقيش المسافه اللي انت تجري فيها، يعني مش هتلاقي معظم الوقت زيزو بيلعب واحد ضد واحد، مش هتلاقيها، اللي هو الميزه بتاعته اللي هو بيلعبها معظم الماتشات، يعني اللي بتبين امكانيات زيزو ان هو على طول الوقت بيروح واحد ضد واحد، ده مش هيلاقيها في ماتش بكره او ماتش النهارده. ليه؟ لان النادي الاهلي هو مساحاته اصلا ضيقه، اللعيبه قريبه من بعض، الخطوط كلها قريبه من بعض. مين تعمل له حساب اكتر في هذا الثلاثي؟ يعني زيزو والجزيري و لا مش حكايه حساب، هي النقطه الاهم حاله كل لعيب هي اللي بتفرق. ما زيزو لعب اخر ماتشين اللي اتعور فيهم، اللي بدا المباراه وبعد كده خرج، ماتشين الاهلي اللي قبل كده، في ماتشات قبل كده زيزو لعب ماتشات الاهلي ما كانش كويس، وفي ماتشات كان هو جد. من متالق جدا، فعلى حسب الحاله. مصطفى شلبي ما تقدرش اصلا تقيمه هو كويس ولا حالته ايه، يعني انت ما تعرفش حالته. ومصطفى في ماتشات بيتالق فيها تحس ان هو مباراه ومباراه، يعني ما يديلكش حق قبل، يعني بيرسي تاو مثلا دلوقتي ما ينفعش تقول ان هو هيبقى وحش او تتوقع نسبه عاليه ان هو وحش، على الاقل هيديلك 50-60% لان هو بقاله فتره ماشي كويس. يعني انت لو الماتش ده من شهرين ثلاثه كنا نقول بيرسي تاو لا مش كويس لان هو كان الفتره اللي قبلها مش كويس. حسين الشحات نفس الكلام، وسام ماشي كويس بقاله فتره، معظم لعيبه النادي الاهلي في حاله فنيه وبدنيه كويسه، فده اللي بيفرق. فانا بشوف لعيبه نادي الزمالك او سواء زيزو او الجزيري او مصطفى شلبي لعيبه كويسه، بس طول ما انت مضيق المساحات مش هتلاقي الخطوره اللي انت اللي بتشوفها في ماتشات تانيه. هل مستر كولر هيحط ميت حساب لعبد الله السعيد في نص الملعب؟ عبد الله طول ما هو ديفندر ولا مفيش اي قلق، مفيش اي قلق، عشان كده كابتن هشام قال لك لازم شحات، لازم شحات يلعب مش عبد الله، يعني طول ما هو تدي فرصه لعبد الله في بعيد عن 18 بتاع النادي الاهلي، لا هتلاقي شوطه، لا هتلاقي بينيه، لا هتلاقي خطوره. طب هنفترض لعب بشحاتة ودونجا وادى المساحه لعبد الله انه يلعب، ما هو الراجل حتى اما بيعمل كده بيروح مرجع عبد الله جنبه برضه يعني بتلاقي عبد الله بيستلم مثلا من سيرد باكين، هو عبد الله انت ما عندك المسافه دي بعيده جدا، طبعا بعيده جدا طبعًا. وعلى لعيب انت بتتكلم عبد الله 39 داخل 40 سنه، فهي مهما يحاول ويقاوم ويجتهد طبعًا. الموضوع مختلف تماما، وهو عبد الله اصلا حتى وهو عنده 19 سنه امكانياته كلها في التلت الهجوم بعد خط نص الملعب عشان تشوف امكانياته وتشوفه وهو بيشوط بشكل كويس وهو بيعمل بينيات وهو بيباصي بشكل صح، هي المسافه دي بتاعته. انما طول ما انت مرجعه هو ممكن تحط اي لعيب مكانه هيبقى زيه، يعني الموضوع مش هيفرق قوي. نص ملعب الاهلي مروان هابد بندر ومع اكرم ومع امام، امام بياخد شق هجومي اكتر، بس اكرم برضو لما بياخد تعليمات انه يتقدم بيبقى خطير جدا. اكرم توفيق بصراحه، يعني هيقابل الزمالك ازاي هذا الخط؟ بص هو طبعا انت عندك اكرم ومروان عطيه يعني اتنين شبه بالظبط ما بين شحاته ودونجا، بس كره شحاته اعلى شويه من اكرم، ومن اكرم شديد قوي جدا، ايه قوي جدا بيلعب بيلعب دايما بجسمه شويه، يعني انت فاهم هدفه ان هو داخل بجديه داخل والبوزيشن بتاعه كده، ما بيركزش في حته ما بعد الكوره،
ما بعد ما قطع. بس اكرم ماتشات الاخيره عامل سرهات وعامل اجوال وعامل حاجات. بص هقول لك يعني في تطور بصراحه في الشوط. هو تطور بس هنقول هناك فرق في المستويات. انت بتتكلم يعني اذا كان في مستوى الدوري فالدوري كله ما فيش لعيبه بالمستوى. حتى جرماه يا اكرم عامل كوره بتاعت يحيى عطيه الله دي ما لهاش غير لعيب يعني. لكن تعال هنتكلم على الدوري. لا هقول لك الدوري بعيد ما فيش لعيبه بالمستوى اللي بيه دلوقتي لعيبه الزمالك والاهلي فبعيد فلازم هتركب هتركب. افريقيا يعني الفرق ما هي يعني احنا شفناها المستوى الفني بتاعها لسه ضعيف ولاعيبتهم الكويسين كلهم دايما بيبقوا بره ما فيش حد حاجه عندهم بيبقى لعيب كويس دلوقتي يعني انت بتبص فرق الكيني والحاجات دي كلها يعني احسن حاجه عندهم الشاي الكيني بس. لكن حته نص الملعب هتلاقي فيها عنف جامد جدا. ليه؟ لان عبد الله سعيد بدور امام بس عبد الله سعيد فني اكتر يعني انت فاهم امام بدور اجتهادي اكتر سرعه اكتر وده اللي احنا بنقوله لو في مساحه ضيقه يبقى دور امام هيقل هنا دور عبد الله سعيد في الحته دي يزيد لانه بيعرف يلعب في الكره الضيقه يعرف يعمل بينيه ما بين وسط 2 3 لعيبه يعني انت فاهم فيقدر يعمل الكلام ده. امام لا ما عندوش الحته دي امام لازم ياخد مساحه ويجري فيها ويخش ويبقى اداؤه فيه شويه ايه جهد وسرعه وده نادي الاهلي اللي بيمتاز بيه ان هم بيعملوا كده. لكن لعيبه الزمالك عشان كده انا بقول لك ايه عبد الله سعيد كورته هتوصل بس امتى وبمواعيد عامله ازاي وانهي ظروف بتبقى لعيبه نادي الاهلي الدفاع عندهم كمان هيبقى عندهم مشكله في وجود زيزو ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي احنا عارفين ان هو عنده سرعه كويسه وبيعرف يخش لجوه وبيقطم والحاجات دي كلها ونفس الكلام بالنسبه لزيزو. الجزيري عامل حاله مع النادي الاهلي في الاخر يعني كان اخر مبارياته وعامل معاه حاله فهو النادي الاهلي عارف معنى ايه يعني الجزيري بيشتغل عليه والمقابل بالنسبه للنادي لعيبه النادي الاهلي بس هنا ايه هنا الجزيري بيعتمد. قصدك ان في تعادل في القوه الهجوميه في الفريقين القوه الهجوميه سواء هنا او هنا بالظبط يعني طبعا. هتلاقي نفس الامور طبعا. ونفس الحاجات وهنا يعني برضو انا باجي بقول ايه انا عامه لما باجي اتكلم بقول ايه ان محمد هاني مش باك رايت هو لعيب كويس قوي بس مش باك رايت مش إيه؟ مواصفات الباك ما عندوش حته المواصفات هو ازاي محمد هاني لا ما عندوش الحته بتاعت الكروسات ما بيعرفش مش 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 هاني مثلا هاني لما نشوف هاني ما بيعملش كروسات ما هو انت بتلعب على مين يا جماعه ايوه بس انا بكلمك هاني. انا بكلمك بقول لك ايه عنده امكانياته ممكن تبقى احسن جوه الملعب لجوه الملعب شويه لكن الحته بتاعت الباك رايت الطرف بيأدي الدور عشان ما فيش وانت عندك مين باك رايت في مصر طيب طب خلينا اطلع نتابع استطلاع الراي للزملاء الصحفيين وبعديها لانه اي فريق كبير برضه كابتن سيد بيبقى عنده لازم جناحين جامدين وظهرين جنب جامدين دول اللي بيعملوا الجبهات دلوقتي يعني كل العالم بيشتغل على كده يعني الاهلي عنده جبهه في اليمين بيرسيتاو تحتيه محمد هاني وعنده حسين الشحات تحتيه حياة الله الزمالك عنده زيزو تحتيه عمر جابر وعنده مصطفى شارب وتحتيه المفترض محمد حمدي في هذه المباراة فهنشوف جابة مين من وجهة نظركم أقوى هنتابع استطلاع الرأي ونرجع نتواصل مع حضراتكم. كابتن سيد مفيش شك أنه علي معلول في الجبهة الشمال مع حسين الشحات مع إمام كانوا عاملين حالة في النادي الأهلي هل شايف أن يحيى عطية الله يقدر يقدم نفس الحالة في المباراة الكبيرة اللي زي دي؟ ما انطباعك عنه في الماتشين اللي فاتوا يعني؟ يعني زي ما قلت لك قبل كده هو علي في فرق عن يحيى عطية الله كل واحد عنده امكانيات مختلفه شويه. علي اعلى في الناحيه الهجوميه يحيى امكانياته الدفاعيه اعلى بس المباراه اللي فاتت بس بغض النظر عن المنافس يعني ادى اداء هجومي جيد هو عمل 2 اسيست في المباراه وتحركه اصلا تحركه كمان والزياده الهجوميه بتاعته كانت جيده احسن من المباراه الاولى بس دي مباراه اهلي وزمالك ان انت برضو كلاعب يعني علي حتى في وجود زيزو كان بيهاجم فيحيى عطية الله يا ترى هيهاجم في وجود زيزو ولا لا هي دي النقطة دي بتبقى تعليمات من كولر ولا دي بتبقى دوافع جوه اللعيب نفسه تعليمات وانت يعني والكرة مع زيزو اكيد هتدافع عليه انما طبيعي طول ما الكرة مع النادي الاهلي طبيعي ان انت هتهاجم يعني مفيش باك في النادي الاهلي
هتلاقيه والكره مع فرقته، لا هو مستني في نص الملعب، مش هتحس بوجوده اصلا. الجبهه دي مين اللي يكسب يعني؟ هل يحيى عطيه الله مع امام مع حسين، ولا قصادهم زيزو ومحمد شحاته لو بدا في نص الملعب وفي ظهره عمر جابر؟ بالامكانيات لا، لعيبه النادي الاهلي بالسيستم اللي بيلعبوا بيه اعلى. الثلاثي ده وهو جنب بعض، لا بامكانياته الفنيه لا. اتكلم حسين لو حطيته واحد ضد واحد على اي باك موجود في نادي الزمالك هيبقى صعب. امام قريب منهم هتلاقي الامور صعبه. يحيى عطيه الله دلوقتي هو بيدافع بشكل كويس مع وجود الثلاثي ده، لا هتلاقي ناحيه. انت مرتكن انه الاهلي ما بيسمحش لفكره واحد ضد واحد اصلا؟ لا انت مش هتلاقي. انا اقول لك هات دي مش قلقاك يعني. هات اي مباراه مثلا للنادي الاهلي من بقاله سنه، هات لعيب راح واحد ضد واحد على لعيب من الاهلي وفي هجمه مرتده او اي حاجه، هتلاقي لا. يعني معظم الوقت مروان واكرم موجودين تحت الكوره، مجرد بس ما الكوره تتقطع هتلاقيهم الاثنين موجودين، وممكن امام كمان زياده عليه. اي باك من الباكين مش هتلاقيه مثلا هو بيهاجم والمساحه وراه فاضيه، لا هتلاقي معظم اللعيبه سيرد باك موجود في الحته دي، لعيب من نص الملعب موجود في الحته وفي دي. وفي الدليل ان الاهلي 12 ماتش بافريقيا ما دخلش فيه جول، مش ما خسرش ما دخلش فيه. فهي معظم الماتشات لا النادي الاهلي معتمد انا بدافع بشكل كويس وبعد كده بهاجم. طب كابتن سيد بيقول انه جبهه الاهلي هتبقى اقوى، جبهه الشمال اقوى من جبهه اليمين في الزمالك رغم وجود زيزو ومحمد شحاته وعمر جابر، وانه الزمالك المساحات اللي بتبقى بين اللعيبه دي هيستغلها الاهلي كويس، لكن الاهلي ما بيسيبهاش للعيبه الزمالك. انت متفق في الكلام ده؟ طبعا. زيزو وعمر دماغهم قريبه من بعض، يعني لعبهم قريب من بعض، يقدروا يشتغلوا في الجنب ده بشكل كبير جدا، وهيعمل قلق طبعا هو الباك ليفت اللي هو يحيى عطيه الله. ها؟ يحيى عطيه الله بالظبط. عطيه الله وامام عاشور قدامه وحسين الشحات قدامه بالظبط، وده هيخلي برضو بس المساحات اللي بتبقى بين لعيبه الزمالك مع سرعات الجبهه دي في الاهلي، يعني يحيى عطيه الله عنده سرعات، امام عنده سرعات، حسين عنده سرعات، الثلاثه عندهم سرعات. بص هو العمليه هتعتمد على ايه في الاول؟ مين هياخد الماتش، هيتحكم في الماتش في الاول؟ يعني مين الفريق اللي هيستحوذ على الكوره؟ هي دي النقطه اللي بتخلي دايما الشغل فيها. ما في مدربين يعني كولر من المدربين اللي ممكن يسيبك تستحوذ ولا ايه؟ ما هو ممكن يسيبك تستحوذ. هو انت ما بتروحش بخطوره صح؟ خلي طول ما انت ما بتخافش. الحاله بتاعت اللعيبه نفسها هي اللي بتدي. لو النادي الاهلي ضغط من الاول وقدر وحصل بتاع، هيبقى هيمسك الكوره، لان النادي الاهلي عنده سرعات في نقل الكوره. ما بياخدش كوره هتلاقيه على طول بينقلها، حتى لو وقفوا ثلاثه مع بعض جنب بعض هتلاقيهم بيبصوا الكوره بسرعه مع بعضيهم، ما بيعطلهاش. احنا نادي الزمالك الحته اللي هي المجموعه دي، وانا بقول لو لعب عمر جابر هيبقى مشكله ناحيه الليفت ده، على اساس ان انا سمعت ان ده تصريح طلع منه احتمال بيفكر ان يلعب عمر النهارده في المؤتمر الصحفي. ايه ممكن يلعب عمر جابر؟ دي مشكله. ما انت النهارده احنا هنتكلم في قصه وهو بيقترح، يعني قال انا بفكر في عمر جابر، هو بيفكر في عمر جابر عشان يمسك بريتستاو شويه عشان الجزء لما يخش من جوه انت فاهم، فيقفل على رجله الشمال، هو بيفكر في الحته دي يعني انت فاهم، على اساس ان الثاني في عمر، فهو بيدور على الحته دي. لكن انا بقول المباراه لو في اول خمس دقائق مين الفريق اللي هيقدر يسيطر على الملعب في نص الملعب، هتلاقي الجزء ده هيشتغل عليه وهيقدر يعمل هجمات كتير. لعيبه الزمالك يمكن زي ما قلنا متشابهين دلوقتي مع لعيبه الاهلي، يعني نفس القوات، القوتين موجودين، يمكن شويه هنقول النادي الاهلي مستقر، الحاله البدنية البطوله حته المعنويات، الناس حاسين ان في ضغوط، بس دي كلها ممكن حاجات تاثر على العكس على النادي الاهلي. يعني انت ممكن تروح النهارده تقول ان كل الناس راح تقول النادي الاهلي هيكسب، على اي اساس؟ ما انت النهارده ياما لعبنا ماتشات بتلاقي تيم لا هو صغير. الاساس اللي الناس بتتكلم بيه هو الاستقرار الفني، هو كل الناس مجمعه على ان ماتش القمه ملوش معايير خلاص، يعني كلنا متفقين على ده، بس الاحساس ده النابع من الاستقرار الفني
اللي الاهلي عليه بقاله خمس ست شهور يعني. ما احنا كل مستقبل كل ماتشاته بيكسبها كل ماتشاته بيكسبها، كسبان دوري وكسبان كاس وكسبان ما اعرفش يعني افريقيا يعني، كسبان البطولات كلها في اخر خمس ست شهور، فالاحساس جاي من كده. بس في نفس الوقت الناس مقتنعه ان طب والدافع المعنوي عند لعيبه الزمالك مش عارف. بقول لك الناس بتتكلم النهارده شيكابالا الحافز الحافز المعنوي ممكن يعمل الفرق ده، يعني يعوض الفرق ده. الحافز اللي حضرتك بتقول عليه المعنوي ده ممكن يعوض الفرق اللي الناس شايفاه ده. هيعوض طبعا، الفرق مش كبير، الجاب مش كبير يعني. اصل لعيبه نادي الزمالك والاهلي مش بعاد عن بعض طبعاً. انه يرجع بسرعه، هو تنظيم في الملعب اكتر بالظبط يعني، يرجع بسرعه. الكلام ده مقومات عند فرق تانية اللي اقدر اقول لك الموضوع مختلف، لكن ما مش هقدر مثلا فرقه مثلا اقل بتلعب النادي الاهلي او بتلعب نادي الزمالك، هنا موضوع مختلف. لكن القوتين انت عارف كويس ان الزمالك والاهلي في ماتشات كتير جدا كان النادي الاهلي بينزل هيكسب وبيخسر، وفي ماتشات كتير كانت بتنزل الزمالك هيكسب وبيخسر. لا اخر ماتش في الدوري الاهلي كان افضل، الجون اللي هو بتاع الجزيري اللي جابه في اخر دقيقه 85 الاهلي كان افضل لو تفتكر، ومضيع اجوال وهي النقطه والزمالك كسب 2-1 اخر ماتش اصلا في الدوري. وهي النقطه بعيدا عن الناس، انت دورك كجهاز فني ان انت ما بتخليش اللعيبه بتحس بالاجواء دي او يبقى عندها ثقه كبيره يعني، سواء زايده او قلق من الخصم كده او كده الاثنين. ما هو ايه دورك؟ ما دورك ناحيه فنيه ودورك تحضير الفرقه اصلا يعني انت الفرقه نفسيا يعني. حتى لو بتمر بظروف وحشه بتحسس الفرقه الامور طبيعيه، حتى لو الامور كويسه. قلتها كابتن، هلا لعيبه الزمالك ماتش 94 هو الاهلي كان افضل. ما ايه اللي حصل قبليها؟ التوقعات كلها طرد مين؟ لا قبل الطرد، قبل الماتش كل التوقعات الاهلي يكسب اللقب بالظبط، وكان الاهلي افضل ومستقر وكان كسبان 3-0 ماتش القمه اللي قبليه لو تفتكر بالظبط. فاكر اللي طرد فيه الكابتن حصل ايه؟ نبيل محمود. طب ما انا بقول لك حصل والزمالك خد الكسبان كسب. هقول لك حصل ايه؟ لعيبه النادي الاهلي كانوا متنشنين جدا قبل ما ينزلوا الملعب، هم نازلين وهم بيسخنوا، وانا خارج من الاوضه فقابلت لعيبه الاهلي في وش الاوضه الثانيه يعني انت فاهم، فخارجين نزلوا سخنوا زي الصاروخ من غير ما يسلموا حتى يعني، عارف انت ممكن نعمل تعليم مثلا تاتش كده ممكن نعمله جود لك جود لك والكلام من ده. لا اصحاب اصلا، لا الموضوع كان بالنسبه ليهم مقفول ومش شايفين حد يعني انت فاهم، فكان في تركيز اكتر من اللازم او تركيز اكتر، فحصلت قلب توتر معاهم. ما بتاع ده حصل طرد من محمد يوسف واللعب كان فيه شد شويه، لكن تعالى اتفرج على الماتش شوف الشوتنج اللي اتعمل على حارس المرمى على شوبير قد ايه من لعيبه الزمالك وقد ايه من لعيبه الاهلي في الماتش ده بالذات. احنا علينا يعني انت فاهم، يعني عوضتوا الفرق ده، عوضنا الحته اللي هي ممكن تقول كان ساعتها النادي الاهلي احسن وحصل موقف كذا وكلام من ده. وخلي بالك احنا كنا مفروض احنا واخدين افريقيا وخسرنا الدوري مع على ماتش واحد كان مع شبين في الوقت ده مع كابتن الجوهري تمام، يعني لما كان ماسك هو الحته دي. أيوه. الماتش قلب لايه؟ لصالح الزمالك. يعني انا عايز اقول ممكن احداث اليوم تفرق، احداث اليوم جدا. طب انا هخرج من الكلام ده على اللي كنت اللي انت كنت بتقوله يا كابتن سيد، الاعداد النفسي ده مهم طبعا طبعا. لعبت ماتش القمه قبل كده مثلا كنت انتوا يعني خارجين مجهدين من حاجه، كنتوا حاسين ان يعني فنيا مش المستوى بتاعكم، لكن فرق معاكم الاعداد النفسي ده؟ يعني مره يعني مباراه قمه مثلا واحده في السنين دي كلها كنا قعدنا اربع خمس ماتشات بنتعادل في الدوري، وكان قبلها خسرنا ماتشين وكابتن حسام بدري مشي، كنا خسرنا من الاسماعيلي في اسماعيليه 3-1 ده اللي استقال فيه كابتن حسام. انا فاكر، وبعد كده لعبنا مع كابتن زيزو اربع او خمس ماتشات في الدوري، تعادلنا مع سموحه وحرس الحدود، تعادلنا والمقاولين، تعادلنا ماتشات، والماتش كان الخامس او السادس نادي الزمالك. فكان الموضوع في قلق شويه بس الاعداد نفسي. المباراه دي خلصت 1-0-0 بس هي في الاجواء اللي احنا كنا فيها لا يعني اللعيبه كان ليها دور كبير جدا، ان انت بقى لك مثلا ست ماتشات انت خدت الدوري برضه في السنه، وخدنا الدوري خسرنا 40 ماتش وخد الدوري خدنا الدوري سنتها برضه. انما هي انت بتتكلم ست ماتشات، فدي لوحدها في النادي الاهلي مشكله، ان انت بقى لك ست ماتشات ما بتكسبش، الجمهور بيزوم على ماتش وتغيير جهاز وجهاز جديد وجهاز مؤقت كان قدرتوا تلموا انتوا كلاعيبه مع الجهاز الفني. الموضوع برضو الاعداد النفسي خلال الثلاث اربع ايام اللي قبل المباراه ان انت يفرق جدا، يعني المباريات اللي انت خسرتها دي كوم، وان انت تخسر كمان من نادي الزمالك كان هيبقى موضوع. طب ده كابتن سيد اكتر دور مدرب ولا لعيبه؟
الاثنين يعني مع بعض، الاثنين مع بعض. ما خلي بالك المدرب في يعني مدرب يبقى شاطر في الحته دي ومدرب لا طبعا مش شاطر طبعاً، بس كولر من الناس دي بامانه يعني اوضه اللبس بالنسبه له او الاعداد قبل المباريات اهم حاجه. لا انت بتشوف كل الماتشات يعني ما فيش ماتش مثلا للنادي الاهلي هتلاقي في استهتار، هتلاقي لعيبه نازله مثلا الموضوع مش فارق معاه، ممكن يكون فنيا مش كويس، ده طبيعي في الكوره، ممكن بس يبقى جد حالتك حالتك الفنيه مش كويس، انما بتجتهد جوه الملعب بتجري معنى اصح لا موجود، يعني مش هتلاقيها في لعيب في النادي الاهلي مع كولر. واللعيب اللي بيعمل كده او بتشوفه كده ما بتشوفوش تاني يعني بيقعد 3 4 ماتشات بيهاجم بتشوفه بعدين بقى بتشوفه بعد 5 6 ماتشات يبدا يرجع تاني بيدفن على طول يعني في لعيبه بتلعب ماتش وما بتشوفهاش تاني نجوم فكولر من المدربين لا اللي بيجيد عنده الميزه دي كبيره على عكس تماما جوميز. انا كنت اسال كابتن هشام بقى، كابتن هشام جوميز في مسألة التأهيل النفسي وانت بتتكلم انه ممكن تكون في فوارق فنية بسيطة لصالح الاهلي، بس بسيطة يعني تقدر ان انت بكلامك تتعوض بالحوافز النفسية والاعداد النفسي السليم مش كده؟ رأيك هل جوميز شاطر في دي؟ يعني الاهلي مستقر فنيا، الاهلي كسبان بطولات الفترة الاخيرة، فالناس عندها الاحساس ان الاهلي افضل، لكن في الملعب في الاخر دي مباراة قمة ودي فيها نجوم ودي عنده نجوم، هل جوميز شاطر انه يعمل التأهيل النفسي السليم اللي خلى لعيبه الزمالك في الملعب تخرج كل طاقتها وتقرب المساحات زي ما انت بتقول وتلتزم طول ال 90 دقيقه الكلام ده قدام لعيبه كبيره زي لعيبه الاهلي؟ بص هو جوميز دايما يعني لما بشوفه بيشتغل في الملعب يعني هو بيحاول يعني يمكن علشان الاختيارات اللي حصلت في اول الفريق لما جه مسك ما كانش الاختيارات بتاعته يعني بنفسه يعني يعني هو جه لقى مجموعه اللعيبه وحصل تمام. طبعا اصابات لبعض اللعيبه، يعني هو جه في يناير اللي فات وكان الفرقه فانت عندك ال الخامه اللي موجوده فيهم ما اكتملش، يعني انت مثلا ايه طلعت من الناشئين كام لعيب وكم واحد فيهم كمل؟ تقريبا كلهم ما كملوش، يعني لو انت الفرقه فكت بقى لها في سنتين ثلاثه فك منك اكتر من 5 6 لعيبه مهمين كبيره جدا يعني انت فاهم اللي هم بيوقفوا الفرقه على رجل، يعني عمود فقري طارق حامد انا فاهم، انا بتكلم على مباراه بكره، هل جوميز يقدر ما هو يعمل التعويض يعمل الاعداد النفسي اللي يفرق مع لعيبه الزمالك ويشيل الفرق الفني حتى لو بسيط بين الاهلي والزمالك؟ ممكن هو الولاد يعني بيحبوه تقريبا فهيشتغلوا على الحته دي، لكن انا يعني بقول ايه بتحسها في الماتشات مع جوميز لعيبه الزمالك في الملعب بتحس ان هم عندهم الحوافز هتفرق بس ما يقلفش، ما انا هي المشكله ان احنا ايه قلقانين ان هو يحط التشكيل مش مناسب. ما هو انت النهارده انا ممكن انت قلقك ده كل حاجه من متابعتك ليه؟ لما انا هو من المدربين اللي ممكن انا سمعت ما انت بيقول لك احنا سمعنا هيغير التشكيل هيحط عمر باكلفت هو بيفكر في كده مثلا، طيب يعني دي ازاي هتمشي؟ يعني لو انت في المؤتمر الصحفي كنت هتجاوب تقول ايه؟ لو انت مكان كنت هتقول انا عندي 2 باكلفت خلاص انا حليت المشكله، الكلام ده كان قبل المشكله ما تتحل، كنت هتقول كده؟ عنده 2 باكلفت شاريهم بس بتشتغل بيهم ليه تقعد الاثنين جولين ليه تقعدوا ليه تطلع حتى التصريح يعني تطلع تصريح وتقول انك انت عندي احتمال افكر في عمر، لا ده ما ينفعش، لازم اللعيبه تنزل عارفه اماكنها، خلي بالك هو لعيبه الزمالك والاهلي مش معروفين لبعض، معروفين لبعض حافظين يعني بعض كمان منتخبات مع بعض منتخبات مع بعض ومعروفين لبعض خلاص، انت عندك مشكله النادي الاهلي اللي هتقابله ان هو مش عارف الدكه بتاعت الزمالك دي المشكله اللي هتقابل اللعيبه الجداد توصل التغييرات يعني انت فاهم خلينا بقى اروح للكابتن سيد في دي، الاهلي عنده لعيبه جديده وزي ما احنا بنسمع احنا ما شفناش لسه يعني اللعيبه اللي جت انه مش لايك مثلا لعيب سريع، ولو انت مش قلقان من السرعه كل كلامك انه الاهلي ما بيسمحش يعني انت دي حاطط في بطنك بطيخه صيفي بتاعت مهما كان سرعته اكيد مش اسرع من زيزو برضه، يعني زيزو برضه عنده سرعات وعنده الكلام ده، عنده عمر فرج ده بفروت جديد لسه الفلسطيني اللي جاي ما شفناش لسه برده ملامحه ايه، عنده شيكابالا برده ورقه رابحه بتبقى بره لو بدا مش حتى في نص الملعب، هيبقى عنده ناصر ماهر تغييره موجوده في او مصطفى شلبي اذا ناصر لعب وينج ممكن برده يلعب بناصر وينج يفاجئنا، ف هل دكه الزمالك في اللعبه الجديده
مقلقه للاهلي. ما انت قلت الخلاصه بالنسبه للعيبه الجديده لسه ما شفناهمش، انت ما تعرفش ايه الوضع. يعني ممكن لعيب يفاجئك بشكل كويس، وممكن الاجواء اصلا ما تساعدوش ان هو يبدا بشكل كويس. فانت لسه، وهم حتى بامانه يعني لعيبه كويسه في الفيديوهات واللقطات اللي انت شفتها، بس جوه الفرقه هو سيستم الفرقه هيساعدك ولا لا؟ يعني اصلا النقطه انت لسه داخل، ما دخلش السيستم، انت داخل على الفرقه، هي اصلا الفرقه بتلعب بسيستم اصلا ولا لا كمان؟ بس يعني في الاهلي، في الاهلي الامور سهله. يعني انت علي اتعور فانت دخلت كريم، كريم اتعور دلوقتي يحيى عطيطله هتلاقيه ماشي، بس دخل السيستم على طول. يحيى عطيطله في ماتشين الفرقه ما اتغيرش فيها كتير، ومش لعيب جديد هو، يعني مجرد بس بدا اول مباراه بنسبه 50%، المباراه الثانيه وصل 70-80، فده الطبيعي لان فرقه مستقره. انما نادي الزمالك لا، اجواءه كلها بنتائجه مع الفرقه كلاعب جديد انت ما تعرفش هو هيدخل جوه الفرقه، هو اصلا الراجل ايه السيستم بتاعه اللي بيلعب بيه. يعني انت اصلا كولر امور محدده، الناحيه الثانيه انت الراجل ماتشات وماتشات، يعني ماتش تلاقيه بيلعب بطريقه لعبه معينه، الماتش الثاني طريقه لعبه مختلفه، عبد الله دفندر مش عارفش، حتى باك رايت عمر باك ليفت، حتى في وجود فتوحه ما كان موجود تلاقيه برضه بيعمل حاجات، لعيب يجي من بعيد جدا يروح ملعبه اساسي، الكلام ده ما بيحصلش في الاهلي. فانت برضه على حسب حاله لعيبه النادي الاهلي نتيجه المباراه دي هتخلص. يعني حاله لعيبه النادي الزمالك دي نقطه على جنب، بس حاله لعيبه النادي الاهلي لو في حالتهم الطبيعيه، لو حالتهم الطبيعيه لا، يعني مشكله للزمالك، الامور هتبقى اقرب للنادي الاهلي. انت مش قلقان من دكه الزمالك؟ لا، يعني ما فيش، طول ما انت فرقه بتلعب بطريقه لعب معينه وسيستم. انا اقلق من لعيب مثلا عنده مهاره وانا معظم الوقت سايبه واحد ضد واحد ضد شبانه. فهقلق منه جدا، لان هو كده كده هيعدي في كوره او كده، مش سايب المساحه دي اصلا. لو لعيب عنده مهاره وشبانه وسيد والكابتن هشام قافلين، فهو اصلا إلا مش هيطلع امكانيات. الا لو ميسي بقى، ده موضوع تاني. الا لو ميسي. طب كابتن هشام في المقابل دكه الاهلي برضه قويه جدا، يعني دكه الاهلي فيها كهربا، فيها رضا سليم، فيها كوكا، فيها عمرو السولية، فيها عمر كمال عبد الواحد، يعني ما شاء الله اسماء كبيره كلها. تقلق وقفشه طبعا، تقلق خصوصا في تغييرات، دايما مباريات القمه ممكن تتقلب بالتغييرات. يعني في الشوط الثاني الدكه بتاعت نادي الاهلي مش قليله، يعني احنا مش بنتكلم، احنا قلنا كلها اسماء كويسه، الاستقرار يعني معناه عنده فريق كامل بكل خطوطه بالدكه بكل ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن احنا برضو ما نستهنش بقوه نادي الزمالك، وخصوصا لا، ما حدش مستهين بقوه الزمالك. ما انا بقول لك ايه، انا النهارده اللعيبه الجديده اللي جت اللي هو مش لاك البولندي، وفي عمر فرج الفلسطيني، وعمر فرج اوكي، بس يعني اللعيب البولندي ده سريع جدا ولعيب مميز جدا، لكن لعيبه نادي الاهلي ما شافتوش. يعني انا ممكن النهارده اقول لسيد انت هيلعب عليك واحد سريع والكلام من ده، بس سيد ما شافوش. كابتن سيد بيقول لك ان هو مطمن. بس هو دلوقتي يا كابتن ما فيش حاجه اسمها ما شافوش، انا كل لعيب ده انا ممكن اتفرج على اي لعيب دلوقتي، هو محلل اداء دوره ايه؟ النادي الاهلي عنده 3 محللين اداء، ده يعني بيعمل تقارير فنيه كامله عنه، عن كل اللعيبه اللي موجوده في القايمه واللي مش موجوده. يعني بس برضو انا عايز اقول ايه، لما اشوف اللعيب غير لما احتك بيه في الملعب، احتك بيه في الملعب. لكن برضو كابتن سيد مطمن في دي، بيقول لك ان الاهلي من دلوقتي من طريقه ما بيسيبش مساحات، يعني حتى اللي عايز اللي عنده سرعات محتاج مساحه للسرعات. الاهلي ما بيسمحش بالمساحات دلوقتي في ظل الكلام انت بتتكلم عليه في الزمالك، لازم القروب الخطوط تقرب عشان ما تديش فرصه لحسين الشحات بسرعاته، ما تديش فرصه لبيرسي تاو بسرعاته. فبرضه الاهلي ما بيديش فرصه السرعه انه مش لاك ممكن يبقى يجري وياخد راحته. لكن وعشان كابتن سيد جاوبني على دكه الزمالك، انت دكه الاهلي بتشايف ان هي تمثل قوه ضاربه للاهلي في الشوط الثاني؟ اكيد في شيكابالا بره. لا الاهلي، دكه الاهلي. الايه؟ دكه الاهلي. دكه الاهلي، لا دكه الاهلي طبعا. انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على مجموعه قفشه، يعني مش قليله. بتتكلم قفشه، كهربا، يعني رضا سليم، كهربا وقفشه ورضا سليم وطاهر وعمرو السولية وطاهر ورضا سليم، يعني مجموعه، يعني اي واحد هينزل بيهم بيقوم بدور اللي موجود، يعني هم قريبين من بعض جدا في المستوى، وعشان كده بتلاقي التقارب ده بيبقى
بيستخدموا كولر دايما بيستخدمهم على طول، تلاقي دايما في تغيير في العنصر ده اخر ربع ساعه، دايما بيغير في الحته دي بشكل كويس. هو بيستفاد وبيحاول يهدي لعيبته، لان لعيبته خارجه من دوري وخارجه من بطولات الفتره اللي فاتت، يمكن ما خدوش راحه سلبيه كتير يعني، انت فاهم عدد الاهلي خد ثلاث اسابيع راحه بالظبط، يعني ثلاث اسابيع يعني برضو ورجوعهم على طول على ماتشات رسميه، يعني هو مش راجع مثلا ايه ده راجع على ماتش رسمي وراجع على ماتش بطوله. طبعا التغييرات بالنسبه ليه طبعا هتبقى مشكله برضو يعني انت عارف، لكن انا بقول لك تغييرات نادي الزمالك لو العنصرين دول نزلوا ممكن يسببوا مشكله كبيره جدا لنادي الاهلي، لان بقول لك ايه لما تيجي تلعب على لعيب ما شفتوش وهو هيبقى نازل اتفرج عليك وشايفك يقدر يستغل خطأ من الأخطاء اللي موجودة في الملعب، يعني انت فاهم، ما هي دي ساعات الحاجات اللي بتضرب. ما هو استغلال الخطأ ده هو الجول، الجول ما هو ده، ما هو انا بقول لك ما هو ده الخطأ اللي هو اللي ممكن جول ما كنتش عامل حسابك ليه فينزل. يبقى انت طول ما انت فرقة بتقفل صح وبتغلطش وبتقفل مساحاتك صح وبتقرب خطوطك صح صعب. ما انت اهتمامك، انا لما باجي بلعب ماتشات بهتم باللعيب اللي قدامي، لما ينزل لي واحد قليل ما اعرفوش ايه اللي بيحصل، يجي ياخد الخطا مني. يعني انا بعمل حسابي مثلا ان انا هلعب النهارده على فلان، يعني انا مثلا لما لعبت على فان باستن قعدت مركز معاه لغايه ما اخر ثانيه في المباراه ان هو يتحرك كده يجي هنا، لازم دايما المدافع يشتغل على الحته دي ان هو يقدر يمنع خطوره. ولاعيبه نادي الاهلي الخط الامامي كله صراع وعندهم كره سريعه بيعرفوا يخشوا بيعرفوا يستغلوا ال 18 كويس قوي الحته دي، فلازم يكون لاعيبه المدافعين بتاعتك لازم يكون عندها ذكاء حتى تطلع الكوره. وزي ما انت بتقول التعليمات باستمرار طول الوقت، هو بينافس تعليمات طول الوقت، المدافع بينافس تعليمات طول الوقت. كابتن سيد كولر هيبدا الماتش ازاي؟ لا بالسيستم رايك يعني السيستم الطبيعي بتاعه الاربعه المدافعين اللي موجودين ياسر و لا مش التشكيل، التشكيل معروف هو مش تغيير في التشكيل بتاعه ولا سيستم ولا سيستم. يعني هيبدا الماتش ازاي؟ هيعمل ضغط؟ هيقعد تحت الكوره تحت الكوره؟ كولر معظم الوقت هو بيعتمد على حاجتين، انا معظم فرقتي تحت الكوره مضايق المساحات ضغط في توقيت معين، ما بيبداش مثلا بيدي طول الماتش عمال يضغط، لا طبيعي ان انت بتبدا اول 10 دقائق ضاغط، بتستغل سرعه وسام وامكانياته في الضغط على المدافعين، بتستغل امام ومروان واكرم وبعد كده الطبيعي ان انت لعيبتك بتاخد فرصه وتبدا تاني، ان ما فيش فرقه بتفضل تلعب 90 دقيقه ضغط عالي صعب جدا. وانت اصلا انت يعني كولر من الناس اللي ممكن يسيب الاستحواذ عادي طالما انت وانت بعيد، وده اللي حصل مع ماتش نادي الزمالك اللي كان في السعوديه اللي قبل كده. لا وماتشات بيراميدز يعني لا حتى قدام بيراميدز يسيب له الاستحواذ مش مشكله. الزمالك كمان عشان مباراه زي دي انا بتكلم، الزمالك كان معظم الوقت مع الكوره بس هات فرصه على جول النادي الاهلي مش هتلاقي يعني مفيش فرصه حقيقيه. الاهلي خلص الماتش والاهلي في الاخر كان في توفيق كبير جدا، التغييرات فرقت معاك بشكل كبير. ازاي هيلعب جوميز لو انت هتلعب الماتش ده ازاي؟ تبداه ازاي؟ هتقول اللعيبه ايه يعني؟ هتقول اللعيب اضغط من بدايه المباراه، سيبه هو يستحوذ وانت رد تحت الكوره. ده اللي هو في سنه ايه؟ جوميز يعني بكره. بكره هيعمل ايه في رايك جوميز؟ يبدا الماتش ازاي؟ بص يعني انا في رايي ان طبعا زي ما يعني اخدت كده لبزه من شيكابالا قال لهم احنا مش هنخاف، اللي خايف واللي بيخاف ما يجيش الاهلي ما يروحش. وده تعبير على ان لعيبه نادي الزمالك متحفزين لهذه المباراه، بس احنا مشكله ان التحفز هنا ما يطلعش لدرجه العصبيه، وده المطلوب. العب الجيم عادي جدا، ادخل العب الجيم وزي ما اتفقنا مشكلتنا ان احنا لازم نكون متقاربين، لو حصل المساحه يبقى خلاص الماتش جري مننا فعلا يعني خلاص. لو قربنا من بعض وخطوطنا وحركتنا كلها في اتجاهات على حسب الكوره وقافل المساحات، انا بقول لك نادي الزمالك هيفوز في المباراه دي. لو الملعب وسع واديت المساحه يبقى انا النهارده انا كمدير فني هاجي اقول ايه، لا النادي الاهلي هيكسب وهياخد الحته دي كلها. ف
الماتش انا شايف ان جوميز لازم يقرط على حته ان لعيب يخش ويبقى وراه سند، يعني دايما يفكر الخطوط تتحرك مع بعضيها، لازم يشتغل على الحته دي. لعيبه النادي الاهلي مش عايزين المساحه، مش عايزين يعني نديهم المساحه، لو حصل كده ويعرف يستغلها كويس، ولازم يركز على الحته دي، حته المساحه. الخطوط عيبنا الوحيد في المباريات كلها مع النادي الاهلي المساحات، المساحات لما بياخدوها. تمام كابتن سيد، جمس من المدربين اللي بتتلخبط، يعني لو جه في جول الماتش حصل فيه حاجه؟ طبعا هو من المدربين النوع ده طبعا. انا مش فاكر هو موجود من امتى، من يناير اللي فات. هات بعد كابتن مأتمر جه يناير، هات مباراه هو مثلا تركيزه او تدخلاته فرقت بشكل كبير مع نادي الزمالك، هتلاقيه بالعكس. يعني في ماتشات نادي الزمالك يبقى ماشي كويس، يعمل اللي هو تغييره او اتنين يخلي اداء نادي الزمالك ينزل. او الماتش اللي انت بتتكلم عليه ده او يبدا يعني فرق مع الاهلي تغييرات كولر وفرق مع الزمالك عكس، وساعات جدا طلع عبد الله وطلع ناصر وطلع، فاكر انت طلع كل اللعيبه اللي هي كانت مدياله الاستحواذ اللي هو في اول مباراه. النقطه الثانيه هو كمدرب كمان انت ما بتعرفش تقيمه، ان هو سيستمه مختلف، يعني فرقه مثلا بتهاجم وعندها امكانيات سرعه في بعض اللعيبه فيسيب لهم مساحه، طب انت امال انت بتجهز الفرقه على ايه؟ يعني هات مثلا نادي الزمالك من يناير لحد النهارده، هات مباراه مثلا لعيبه نادي الزمالك تحت الكوره، نادي الزمالك بيلعب فرقه كبيره او فرقه صغيره، كميه الهجمات والفرص اللي بتيجي عليها كل مباراه، ليه الناس متشككه في حسام عبد المجيد وفي عواد او في صبحي؟ ليه الناس متشككه؟ من كميه الفرص اللي بتروح عليهم، من كميه السبرنتات اللي اللعيبه بتروح في ظهرهم. فهي النقطه، ما انت بيروح عليك خمس ست فرص كل مباراه، فالناس بتتشكك من كده. ومين اللي عامل كده؟ سيستم اللعب بتاعك انت. انا لما يبقى عندي سيرد باك ما عندوش سرعه كبيره لازم ابقى اضيق المساحات، ان هو ما يجريش، ما خلوش واحد ضد واحد معظم الوقت، ما ادلوش المساحه ان هو يجري فيها، وخصوصا ما يلعب على لعيب سريع يعني. طب نفس السؤال كابتن هشام عشان هنختم بيه، هل مستر كولر من المدربين اللي بتتلخبط لو حصل حاجة في الماتش مش معمول حسابها، يعني الزمالك جاب جول في أول 10 دقايق، ولا من المدربين اللي بتقدر تسيطر على الماتش حتى لو الأمور ما كانتش في صالحه؟ لا هو بيسيطر أكيد، يعني هو الفترة اللي فاتت هو ما عندوش يعني ظروف قابلته كتير يعني في الحاجات دي، لكن ممكن تقول سوء أداء بعض اللعيبة بيبقى في أوقات فبيبتدي يتنرفز ويبتدي يتعامل مع اللعيبه، يعني مثلا هل بيتدخل بسرعه ولا يعني انا بشوف مثلا ايه كهربا حاسه ان هو ايه استبعده فتره، هل مستواه، هل اسلوبه في اللعب، هل اسلوبه خارج الملعب؟ لا انا بتكلم جوه الماتش ال 90 دقيقه، هل كولر بيستطيع ان هو يسيطر على كل حاجه حتى لو حصل حاجه في الماتش هو مش عامل حسابها؟ هو بيتعامل مع كل المواقف جوه الملعب، يعني عنده القدره دي. يعني انا شفته لحد دلوقتي والنتائج بتاعته بتقول كده، بتقول كده، يعني مفيش سيطره، خروج عن السيطره اللي ما يقدرش يخرج عن السيطره، هو لحد دلوقتي كسبان كل الماتشات وواخد البطولات اللي هو حققها، لكن تمام برضو يعني ايه اللعيبه كمان بتسمع تعليماته، يعني بينفذه بشكل كبير. خلاص هو حصل نوع من هو التفاهم الكبير، بقاله سنتين وشويه فالتفاهم خلاص حصل، شغالين كويس مع بعض كمنظومه. كابتن سيد السؤال الاخير طبعا في نهايه كل حلقه في الماتشات اللي زي دي، توقعاتك؟ النادي الاهلي اقرب الا في حاله واحده، اي متغير من المتغيرات، تهور لعيب، طرد لعيب، حاجات زي دي هي اللي بتفرق في وده الكرة. وارد في الماتشات اللي زي دي وده وارد جدا، انما بالحاله الفنيه يعني اللي قبل المباراه بمثلا 3 4 شهور اللي فاتوا، حتى في فتره الراحه اللي خدها النادي الاهلي ورجوع اللعيبه على المنتخب وعلى الماتشين بتوع افريقيا، لا حاله النادي الاهلي او تجانس الفرقه او استمراريه ان الفرقه ماشيه كويس واستقرارها ده بيفرق. توقعاتك الاهلي يكسب؟ الاهلي يكسب ان شاء الله. كابتن هشام توقعاتك غير امنياتك، انت امنياتك اكيد الزمالك، اكيد امنياتك الزمالك يكسب. الزمالك توقعاتك الزمالك يكسب في المباراه دي.
لكن اكيد كلنا متفقين ان احنا هنشوف مباراه حلوه بكره ان شاء الله. ولا ان هي تبقى في ماتشات قمه يعني، يعني ماتش الكاس اللي انت بتتكلم عليه ده ما كانش فنيا عالي لحد 80 دقيقه وحش جدا مش كده؟ لكن متوقع ان الماتش يبقى حلو بكره؟ شايف الاجواء هتخلي الماتش حلو بكره فنيا هنستمتع بيه يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن سعد معوض شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كابتن هشام يكن شرفتنا ونورتنا حبيبي. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، هنختم بتقرير عن السوبر الافريقي في احضان المملكه. افكركم بكره المباراه بصافره الحكم الليبي معتز الشلماني في تمام الساعه 9 مساء على استاد المملكه ارينا. كل الوطن العربي وكل الدنيا هتستمتع بقطبي الكره المصريه والافريقيه والعربيه، الاهلي والزمالك في تمام 9 مساء. احنا هنلتقي ان شاء الله بعد اجازه الجمعه والسبت يوم الاحد في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.